رجعنا مع حضراتكم والفقرة الأولى في بيتنا الكبير مع المتميز دايما رئيس تحرير جريدة الأهرام الأستاذ محمود صبري. بنرحب بحضرتك. وحشنا. رئيس القسم الرياضي. رئيس القسم الرياضي بجريدة الأهرام. ازي حضرتك؟ ازي اخبارك؟ اخبارك ايه؟ ازي سعادتك؟ كله تمام؟ يا رب تكون بخير. يا رب ان شاء الله. عندنا خاصة ملفين طبعا مباراة النادي الأهلي ان شاء الله يوم الأربعاء وانطلاقة جديدة في بطولة ان شاء الله كلنا طموح ان شاء الله النادي الأهلي يحقق النجمة العشرة. شايف المباراة دي ازاي من الأجواء بغياب عناصر مميزة بوجود الكابتن سيد عبد الحفيظ على رئاسة البعثة كمان أكيد تابعتنا في خلال الانترو بالأجواء اللي حصل في النيجر؟ لا، أجواء يجب الحذر منها بأمانة شديدة. طبعا يجب الحذر. أنت شايف شكل أرضية الملعب عامل ازاي، يعني انت تخشى على نفسك فيها من الاصابات كمان. يعني دي حاجات انت شايف، ده مش ملعب، ده حاجه تانية، يعني غير انه يبقى ملعب كوره. لو كان بالمنظر ده هيبقى فيه صعب جدا على اللعيبه، ولازم اللعيبه تبقى واخده حذر، خاصه انه سامع من يعني الكلام اللي حضرتك قلته كمان في مشكله في التدريبه الرئيسيه بكره، لان في مباراه في الكونفدراليه. هم اتمرنوا النهارده، هو خلاص تمرين النهارده كده كافيه، لكن اعتقد انه يبقى الاستعداد والمنافس لابد يتعامل معه باحترام كامل، وننسى خلاص التسع بطولات اللي يعني تم انجاز مهمته في او البطوله التاسعه مثلا. اقرب حاجه فكر بقى في هدفك، فهدفك ده يحتاج انك انت تركز، تحترم المنافس بشكل كبير جدا، تعمل تدي للمباراه اهميتها وكانها مباراه مهمه ومفصليه في مشوارك. وفعلا هي مباراه مفصليه، لابد من الحذر من البدايات تبقى صعبه. فريق انت اكيد يعني حتى لو انت جايب عنه حاجات اتفرجت عليها او معلومات جبتها، بس الملعب بيبقى حاجه تانية والكوره بتبقى حاجه تانية، وما تنساش ممكن يبقى عندك توفيق وعدم توفيق. كمان غياب المدير الفني برضه في حد ذاته برضه، لو قلنا مثلا المدرب العام مثلا كيفن جولسون مثلا لكن برضه غياب المدير الفني برضه، وجود بعض العناصر الاساسيه برضه غيابها برضه مؤثر. عشان ايه؟ يعني لازم تبقى الحاجات اللي زي دي واضحه للجميع. فمباراه محتاجه تركيز شديد جدا، محتاجه اهتمام من الجهاز الفني ومن اللعيبه، انه مش فسحه، انه مش فريق يعني ما لو كان حتى الفريق. خلي بالك يا استاذ محمود، حتى في المباراه التمهيديه في دور ال 64 فاز في ارضه 2-0، وفاز بره ارضه كمان في اثيوبيا، وانت عارف برضو الاجواء في اثيوبيا اجواء صعبه، صعب جدا. كسب كمان بره ارضه، فمن الواضح ان هم كمان بجانب انه بيلعب النادي الاهلي بطل البطوله السابقه ونادي القرن، فكل دي يعني دوافع للفرقه الثانيه. دي حاجات كابتن هاني، وانت يعني نجم كوره كبير، الحاجات دي تتقال على الورق ماشي الكلام ده، لكن لازم شخصيه البطل تبقى حاضره زي ما هي موجوده في ارض الملعب، ولازم المنافس ما دام انت شايف المقدمه الموجوده دي تخليك حذر جدا، وانه البدايات بتبقى مهمه جدا، وتحقيق نتيجه ايجابيه للعيبه دول، انه المفروض المباراه دي بتبقى نتيجه فوز او نتيجه تعادل ايجابي. الحذر، لانه ما حدش يعتقد انه مثلا الـ يعني يقول لك ايه اخسر مباراه، لا الكلام ده خلاص انتهى. انت زي ما انت شفت واحنا اتكلمنا كتير وبنتكلم دايما، بقول دايما البطولات والتفكير في البطولات بيبدا في خارج الارض مش داخل الارض. صحيح. فاعتقد في ظل الظروف دي كمان ما تضمنش انت كورونا هتودينا لغايه فين في الظروف، المفاجات اللي احنا بنسمعها، وحاله يعني بدات تزيد بشكل مبالغ فيه، وشايفين العالم حوالينا كله بيقفل، ممكن نفاجئ ان الدنيا اتدربكت في 3-4 ايام وتبقى تحصل مشكله. فاعتقد انه المباراه بتبقى بدايه مهمه جدا. ان شاء الله نتمنى التوفيق لعيبه الاهلي، وخاصه حتى العناصر الجديده اللي انضمت، اللي رجعت من الاعاره واللي هيبقى لها دور في المباراه اللي جايه بعد اصابه اكثر من لاعب مهم في الفريق. ان شاء الله تبقى بدايه مهمه، تبقى نتيجه ايجابيه، وخاصه ان المباراه كمان مذاعه وهتتشاف. اعتقد ان شاء الله فرصه كبيره جدا لعيبه الاهلي يقدموا ماتش كويس ان شاء الله. وعلى المستوى الغيابات زي ما حضرتك قلت، وجود كمان عناصر ايجابيه، الاعارات اللي رجعت، وعلى راسهم طبعا محمد شريف اللي بيقوم اعتقد بدور اكتر من رائع خلال يمكن المباريات اللي فاتت. لكن لو اتكلمنا مثلا غياب رامي ربيعه في بديل، يعني بنون لكن خلينا نتكلم على رقم 10، ويمكن كان معانا زميلنا صلاح فاروق هناك في النيجر، وكان بيقول ان في الجهاز الفني قاعد بيظبط الدنيا شويه في موضوع 10 ده، فاروق صلاح اسف. كان بيتكلم ان الدنيا ملخبطه شويه، مش ملخبطه، لكن هنلعب بمين 10؟ يعني غياب قفشه، انت عندك كان بيلعب 10 اساسي، وليد سليمان كان بيقوم بالدور ده مش موجود. يا ترى تفتكر النادي الاهلي ممكن يلعب شويه بثلاثه في نص الملعب، ويبقى فيه ثلاثه قدامهم، يعني جناحين
وراس حربه وتحتيهم ثلاثه لاعبين وسط، ولا رؤيتك شكلها؟ اعتقد انه يعني حتى من الملاحظ برضو اكيد رغم الظروف المرضيه حتى يعني بيس موسيماني اكيد ادى نصايحه وادى تعليمات وتواصل معاهم واكيد اتكلم معاهم في الـ في الـ في الجزئيه دي وتناقش يعني مع الـ مع الـ مع الجهاز اللي معاهم بتاعه، واكيد التجهيزات والتحضيرات حتى في المباراه دي تبقى مباراه استثنائيه. صحيح. يعني هتبقى مباراه استثنائيه بالنسبه لك، ممكن يبقى في تعديل في طريقه اللعب، شايف انت بتستخدم من خلال حتى عناصرك يعني مثلا انه موجود السولية كمان، عندك اليو ديانج رجع يعني تدريجيا ممكن لسه ما فاقش من السولية غايب، ممكن حمدي فتحي او ممكن حمدي فتحي يخش لان السولية ممكن الخبطه اللي بتاعت رجله ما يعني لسه برضو المساله عمرو مش موجود يعني مش موجود. لكن انت عندك يعني ايه برضو في اكرم توفيق، عندك طاهر محمد طاهر يمكن طمنا عليه ممكن ان شاء الله يبقى موجود، في البدائل اللي انت تقدر ايه يعني تحطها وتشتغل عليها، واكيد يعني الراجل برضو المدرب العام عنده حاجه هيحاول يخرج بيها من الدايره دي، دايره الغيابات دي في المباراه يامن فيها يعني الفريق بشكل ايجابي، والبحث عن ازاي الوصول لمرمى المنافس. كل ده يعني هي بامانه شديده من خلال الغيابات، ولان انا شايف هي مباراه صعبه مش سهله. صحيح. عشان تبقى بس الامور طبعا واضحه بالنسبه للناس، لانه في عنصر او اثنين او ثلاثه لما يغيبوا خاصه كمان ده خسران لعيب مهم جدا، جونر اجاي من اللعيبه الاساسيين كمان ده عمل لك مشكله. يعني انت مش يعني بدك يعني وضيف عليهم وليد سليمان، يعني انت عاوز اقول لك ايه، عناصر الخبره كمان في تشكيله الفريق برضو غايبه، برضو دي تعمل ضغط كمان على الجهاز الفني. فاعتقد انه يعني هتحتاج جهد من النهارده وبكره لاختيار العناصر اللي تكون قادره على اداء الادوار الفنيه في المباراه باذن الله تعالى. صحيح. ودايما هم هناك كمان بيفتكروا مباراه، انت تفتكر كمان مباراه منتخب مصر على مستوى التصفيات كاس العالم بتاعت النيجر، انت يعني النيجر مباراه الجيل الذهبي كمان مش في صحيح، فالناس بتقارن بقى يقول لك ليه لا، يعني بتكلم على الطموحات والدوافع للفريق الثاني من خلال وسائل الاعلام، من خلال حتى رئيس النادي بيتكلم انه يعني احنا طبعا فروقات كبيره، لكن ممكن جدا نكسب نعمل مفاجاه يعني ما ده اللي انا بقول لك عليه، يعني ده بيدورك لمساله ايه، انك انت ما تنخدعش بالكلام اللي طالع، او حتى لو انت شفت مباراه للفريق او شفت مباراتين او اتفرجت، لا احترام المنافس خاصه في ظروفك انت بالزبط. يعني تركيزك انت في المشاكل اللي عندك اخطر بكثير جدا من انك انت تبص على المنافس، يعني انت عندك مشاكل انت محتاج انك طبعا انت تحلها. فانا عاوز اقول لك ايه برضو، قله الخبره عند البعض في المباريات اللي زي دي هتبقى مشكله، فمحتاج انك انت كجهاز فني كمان مديرك الفني مش موجود ورئيس حكم يعني ظرف كمان في كل ده تحميل برضو على الجهاز الفني والإداري. فأعتقد إيه المسألة، لا مباراة صعبة، مباراة يعني محتاجة شغل كبير جدا، وإن شاء الله يكون التوفيق حاليا في فريق النادي الأهلي إن شاء الله. يعني نتمنى التوفيق لفريقنا النادي الأهلي، لأن المباراة زي ما بنقول مباراة على الطريق، وطبعا بإذن الله يعني رغم الغيابات ورغم الصعوبات ورغم أرضية الملعب اللي ممكن أكيد والناس برضو يعني مش هتكون تساعد النادي الأهلي على تطبيق طريقه لعبه اللي هو انت بتبني من تحت يبقى اللعب على الارض بشكل مباشر، ممكن برضو الحاله الفنيه، لكن زي ما قلت يعني خبرات النادي الاهلي على المستوى الافريقي وعندهم لعيبه كتيره دوليه ممكن نعدي الجزئيه دي بشكل ما انت خد بالك زي ما برضو ما قلنا يا كابتن، نحن كمان بالاضافه لغياباتك قلنا مشاكل ارضيه الملعب زي ما انت شايف ايضا، بيقول لك درجه الحراره يعني عاوز اقول لك ايه هتحط انت كذا حاجات، انت اجواء مختلفه فانت الاجواء مختلفه كمان مع عناصر جديده يمكن ما تعودتش انها تلعب في الاجواء دي، فمحتاجه كمان تحضر بشكل كويس جدا. في عناصر موجوده زي كهربا يعني حمدي فتحي اليو ديانج مثلا بدري بنون كل ده محمد الشناوي في خبرة ماشي موجود معلول ماشي موجود دي موجود، لكن برضو ايه هيبقى في عندك الناس الثانيه اشراكها لاول مره برضو محتاج ان هي ايه تبقى مسنوده في الملعب بالناس اللي حواليها. فانت طبعا حط الظروف دي كلها تخشى ان هي يعني تعمل لك مشكله، لكن ان شاء الله باذن الله تعالى يعني في ثقه في لعيبه النادي الاهلي، الاداء يمكن زي ما شفنا في مباراتين الدوري يعني برضه تحسن اداء كبير جدا في الشوط الثاني، يمكن مباراه غزل المحله تقدم يعني عرض طيب جدا. صحيح. على طريق استكشاف لسه طريقه اللعب الجديده والتعديل اللي بيتم الانسيابيه اللي بيفكر فيها موسيماني عاوز يلعب بيها، كل ده مش هيجي الناس يعني مش بضربه عصايه بيتحول الكلام، لا ده شغل وتحفيز وتحرك
وجهد كبير جدا في التدريب وجهد كبير جدا من اللعيبه وحاجات كتير جدا محتاجه شغل وعلاج ونواقص. كل ده الكلام ده مش هيجي في يوم وليله، لا هيجي من خلال مشوار لغايه ما تصل في وقت كده يبقى خلاص عرفت الملامح والشكل وتقدر تغير وتبدل في طريقه اللعب وتفاجئ خصمك اللي ما يقدرش يحفظك انت هتلعب ازاي. يعني تبقى عاوز طريقه لعب عامله زي الميه كده سهله بسيطه وتحرك عناصر هجوم اربع خمس لعيبه بيعمل اي حد ارتباك. فاعتقد مع وجود عناصر الشباب انت نزلت بمستوى سن الفريق لو انت شفت بالعناصر اللي اتضمن ده في حد ذاته كويس. انت عندك ميزه انه عندك ناس بكره هتبقى يوم الاربعاء عندها قدره للجري والمجهود في الملعب مجهود، وده شيء مهم جدا في المباريات الافريقيه وحتى في المنافسات الدوري العام، ده بيديك فرق ومساحه اكبر انك انت تتميز. فاعتقد برضو وجود برضو عناصر اساسيه برضو ان شاء الله يكون سام، ان شاء الله الاهلي يستطيع ان شاء الله يحقق نتيجه ايجابيه في مباراه الذهاب باذن الله ان شاء الله. ومن ضمن كلامك وعوده المعارين وهتكلم حضرتك خلال الماتشين اللي فاتوا، يمكن اشتراك صلاح محسن اشتراك ناصر ماهر ربنا يعوم بالسلامه، نتكلم على اكرم توفيق، لكن طاهر محمد طاهر كمان قبليهم، لكن اللقطه اللي بارزه محمد شريف. محمد شريف بيأدي اداء اكتر من رائع. تقول ايه على يعني اداء محمد شريف الفتره يمكن الماتشين اللي فاتوا مع النادي الاهلي ودوره ان شاء الله على المستوى الافريقي؟ بص احنا عملنا حاجه يمكن يعني بدانا نعملها يعني من خلال انطلاق الموسم الجديد، بنختار حاجه اسمها في جريد حاجه اسمها نجم في الاهرام اسمها نجم الاسبوع. نجم الاسبوع الاول كان برضو رحاله، انا سميته رحاله الاهلي اللي هو كان عمار حمدي. وشبهناه يعني لعيب رغم اللعيب السامبا البرازيلي مهارات، عمل ماتش انا بشبهه مودريتش يعني لا لعيب يعني على مستوى العالمي لعيب يعني سهل سلس في فعمل مباراه كبيره جدا قدام بيراميدز يعني جاب جول عالمي جول يعني نادر يتكرر من المهاره وتوفيق ربنا ليه في الموضوع. تيجي تقيس محمد شريف عمل ماتش كويس جدا جدا في مباراه يعني غزل المحله وبيديك لمحه مهمه جدا ان عندك خلاص انت يعني ايه ان شاء الله يعني التوفيق اهم. التوفيق طبعا ده شيء اساسي، التوفيق بيبقى التوفيق ده عشان يجي لازم يبقى فيه جهد وعمل واخلاص بعدين ربنا بيكافئك على نتيجه هذا العمل. مهاجم كويس جدا، مهاجم اثبت نفسه لما قسنا حتى في الاعاره بتاعته مع نادي انبي 13 هدف او 14 هدف على ما اعتقد، عامل جهد كبير، محتاج مسانده. اعتقد مستواه وطريقه اللعب والكلام ده هيزيد كمان بصورة أكبر في الماتشات اللي جاية، محتاج مساندة من الجميع. مش يعني مش عاوزين نصل مرحلة إن احنا إيه نضخم ونفخم بدل لا نبالغ شوية، لا لسه يا جماعة لسه الموسم طويل ولسه في المواجهات الكبرى هيبان فيها قدرات محمد شريف قدام المنافسين. خد نجم الأسبوع بالأداء اللي عمله في المباراة في تحركاته وحتى بحجم الفرص اللي ضاعت بتسجيله هدفين. لا في يعني لعيب واعد، اتمنى له التوفيق ويبقى بيدي كمان امل لمنتخب مصر انه في كمان اهو في عندك حد بيتطور وفي صحيح. شكل وفي ناس تانية لسه بلا وجود زي احمد ياسر، الناس كلها برضو منتظره ظهوره واشراكه طبعا في المباريات، واتمنى انه يركز مع نفسه ويركز في الملعب ما يتكلمش كتير يعني يذاكر يحفظ يشوف لازم يحط نفسه والفرصه جات له اهي احنا دافعنا واتكلمنا والفرصه جات لك اثبت بقى وبرهن وبرهن طبعا لا برهن بقى انك انت تستحق انك تبقى في المجهود عشان بعد كده بتقول انا ما جاتني فرصه ما ايه ما انا ضيعتها. لا انت عندك الامكانات والقدرات، بتزيد من الصمت مزيد من التدريب مزيد من التعلم مزيد من الاخلاص تقدر تصل ان شاء الله للي انت عايزه. وكل ما يكون عندك لعيبه مميزه وخاصه في كذا مركز او في مركز واحد، يعني انت دلوقتي عندك محمد شريف، عندك مروان، عندك احمد ياسر ريان، صلاح محسن بيلعب صلاح محسن بيلعب راس حربة بيلعب 9.5 فكل ديت افاده زي ما حضرتك اتكلمت للمدير الفني اللي بيكون عنده على الدكه بره اوراق كتيره يلعب طبعًا بيها ويغير خططه مهم جدا اتغير يلعب براس الحربه يزود نص الملعب، فده كل ده مهم. وبتبقى ميزه كمان يا كابتن لما يكون اللاعب بيأدي اكثر من دور، يعني يعني ايه لما يكون لعيب كوره يعني بتحطه في اي مكان بيعمل لقطه مش خلاص هو دوره راس حربه فخلاص، لا يعني بيبقى قادر ان هو ينفذ يبقى زي العجينه يعني بيقدر يشكلها للمدير الفني وده بيريح المدير الفني بدل ما بيديله دور بيديله اثنين وبيديله الثالث فتبقى دي ده ميزه. فاعتقد انك انت ايه عملت خطوه مهمه جدا انك يعني انك انت رجعت الناس بتاعتك وسن صغير وعندهم بقى خبرات جايين بقى مستمالي بقى يشكل بقى صح يحفظ بقى يشتغل يعمل هتبقى مع مرور الوقت تدريجيا
انه القماشه بدات قدامك يعني توسع وتكتمل وتتضح ملامحها ويبقى فيها شكل جميل بقى، شكل جميل انسيابي، بس ده مش هيجي يا جماعه في يومين. ممكن تلعب مباراه شوط تكسر فيه الدنيا وشوط اداء، يمكن زي ما شفنا ناس اتخضت في بدايه الشوط مع المقاصه بصراحه، كان الشوط يعني طبعا الشوط الاولاني ما كانش، لكن في الشوط الثاني الوضع لما حصل فيه تركيز وتم تدارك الاخطاء والتحركات وكان عدم الاستعجال والصربعه والكلام ده اللي حصل اختلف. في ماتش غزل المحله الوضع يمكن كانت الامور اكثر، رغم انك انت بتضيع في بدايه المباراه دايما في اول ربع ساعه ثلاث اربع اهداف برضو صوره ايه غريبه جدا صحيح. بعد كده ممكن تخلص الماتش بدري، لكن ماشي هي الكوره كده شد وجذب. لكن انت عملت شوط ثاني مميز جدا، ابدعت فيه، تحركت، عملت جمل، في ثقه، انت بتبحث عن انك انت تمتع وتبدع. ده الشغل ده مش هيجي في يومين ثلاثة أربعة، يعني إيه لو جبت مين مش قادر يعملها، يحتاج معاك وقت مهم كبير جدا عشان تحفظ وتعلم، وده هو ده اللي أعتقد بوسيماني بيفكر فيه. ده أكيد وكل جماهير النادي اللي بتفكر فيه، وهاخد من حضرتك ده وتقييم سريع لثلاث جولات لغاية دلوقتي. النهاردة تقريبا بدأ كمان الأسبوع الثالث أو الأسبوع الثالث بدأ. تقييم حضرتك ايه للثلاث اسابيع للدوري وانطلاقه الدوري المصري من اسبوعين تقريبا؟ لا البدايه قويه. احنا نفسنا كان يعني يبقى في جمهور عشان يعني نكسر، لكن هي طبعا الظروف يعني. يمكن انجلترا رجعت الجمهور يوم 5 ديسمبر من 3 ل 5000 مشجع بشكل واضح، لكن يعني الدوري في منافسه، في شد وجذب. انت مش عارف النهارده الجونه بتعمل مباراه كبيره جدا قدام الاسماعيلي، كان نتيجتها اقاله الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي النهارده، اقالوا ريكاردو وبحث عن مدير، عن اداره فنيه جديده. ده يعني قرار من وجهه نظري اول ضحايا الدوري، اول ضحايا الدوري يعني ما اتغيرتش امور. يعني انا اعتقد الاسماعيلي كان عمل مباراه كبيره جدا قدام الانتاج الحربي 3-3 على ملعبه، وكان قريب من الفوز، لكن ايه هي دي الكوره وهي متعتها دايما، اخطاء هي متعه كره القدم. النهارده في ماتش الجونه يعني اتفرجت على الشوط الاولاني، كان الشوط الثاني مش وحش يعني، شوط تغييرات رضا شحاته عملت شكل، ادت شكل كبير جدا فريق الجونه. ايضا كمان النهارده المصري البورسعيدي عمل ماتش كبير جدا مع اسوان ونتيجة غريبة جدا 3-0. يعني أسوان برضو عامل بادئ جولتين كويسين جدا، عامل فيهم نتائج. النهارده كمان كابتن محمد يوسف وتاج الحرب مع كابتن مختار 3-0 برضو مباراة، وكان ممكن يفوز بأكثر من 3-0 لأن كمية الفرص برضو اللي ضاعت من فريق إيه البنك. سر تراجع الإنتاج الحربي؟ الإنتاج الحربي طبعا أنت عارف، شوف أكثر من لاعب عناصر أساسية مشيت من عنده، عامر حارس حراسة المرمى، أكثر من لعيبة، محمود حمادة ده النجم اللي هو بيراميدز من اللعيبة اللي مشيت من السنة اللي فاتت، أكثر من لعيب مشي. وأعتقد الإنتاج يحتاج تدعيم في الانتقالات الشتوية عشان يحافظ على مكانه. لا في مستوى، في بص المباريات اللي بيبقى فيها اثاره، النهارده مكسب بكره خساره، تعادل بنتيجه كبيره، لا في الوضع، لا في شغل، وفي مدربين بتظهر، وفي مدربين بتتراجع، وفي مدربين بتختفي. يعني اعتقد ان الموسم لو تواصل بالشكل اللي احنا شايفينه هيبقى في موسم شرس جدا، قوي جدا. ما تتوقعش مين اللي هيبقى يعني قريب فيه يعني في. طيب من خلال بدايه الدوري القويه ديت، من خلال بعض النتائج اللي كانت مفاجاه لناس كتير على مستوى كمان الفرق اللي صاعده من الممتاز به، تفتكر هنرجع تاني ل الكراسي الموسيقيه للمدربين، ولا خلاص عندنا لائحه واللائحه دي هتطبق؟ ان المدير الفني النهارده زي ما حضرتك قلت ريكاردو كان اول ضحايا، خلاص اول ضحايا، وبعد الاسبوع الثاني او المباراه الثالثه بيخرج والنادي الاسماعيلي بيدور على مدرب. تفتكر ان في خلال الاسابيع اللي جايه هيكون في نفس المنظر من خلال قوه الدوري؟ خلاص دلوقتي بعد اللائحه مدرب ما بيشتغلش مرتين في الموسم، يعني لو طول فرقه ومش ليه مره تانية وخلاص كده، واعتقد طالما تمت اقالته هو ليه حق. لو تمت اقالته بقى حاجه تانية يعني، الوضع ليه حق انه يضرب، ليه حق انه هو يضرب. لكن عايز اقول لك انه ده برضو انت يعني عاوز اقول لك يمكن ملامح المديرين الفنيين في الدوري ما اتغيرتش كتير. يعني مثلا دخل عليهم سام الشيشيني عمل نتائج يعني مميزه في مع اسوان، وجه جديد مدرب سيراميكا
اعتقد طبعًا. اسمه هيثم، او انا ما اعرفش اسمه، هيثم شعبان او مش فاكر اسمه، عامل شكله كويس يعني برضه لسه، بس يعني ايه لسه يعني الموسم طويل، لسه الموسم طويل. محمد يوسف يعود بعد مثلا فتره يتولى المسؤوليه. علي ماهر بادئ من السنه اللي فاتت، برضو ريكاردو بدا من السنه اللي فاتت، واتقال عليه كلام حتى قبل بدايه الموسم انه يمشي ويقعد ويجيبوا مدرب ويغيروا ويروحوا، برضو نفس الشيء. الاهلي والزمالك مستقرين، عندك الباقي الانديه برضو فيها استقرار يعني، مثلا وجابت مدربين من السنه اللي فاتت زي الاتحاد كابتن حسام حسن زي مش عارف ايه، لكن عاوز اقول لك هي نفس التشكيله، نفس التشكيله يعني، الاضافه والتجديد لسه فيها يعني ايه. تفتكر الاسماعيلي هيجيب دي صبر تاني؟ يعني هو كان بيقولوا دلوقتي او في كلام مع عودته للنادي الاسماعيلي، وخاصه عمل نتائج جيده مع الاسماعيلي قبل ما طبعا ما ينتقل لمنتخب اوغندا. انت من يعني من الناس المؤيده ان ممكن مدرب يمسك الفرقه رايح جاي مرتين ثلاثه، ولا انت من الناس اللي بتقول خلاص هو خد فرصته وعارف الدنيا ماشيه ازاي فبالتالي عارف تستبعده؟ اقول لك على حاجه، فاكر الفتره بتاعت مايكل ايفرت؟ مايكل ايفرت طبعا لما خد هنا راح بدا مع اولمبيا بكسر الدنيا بالظبط، راح هنا ما نجحش، جه لي يمكن تجربته مع الاهلي، الاهلي بقى في السابع والثامن في فتره من الفترات يعني. عايز اقول لك ايه، في مدرب بيبقى الموجود اللعيبه الموجوده عنده هي بتبقى السر، الخلطه في النجاح، ان يعني يبقى عندك مجموعه من العناصر فيه بتبقى تديك القوه. ممكن لعيب ممكن مدير فني عبقري ولا يملك الادوات، لو عمل ايه مش هيغير حاجه، زي المدرس الشاطر في فصل في نوابغ من اول ما بيشرح خلاص، وفي مدرس شاطر تجيبه في فصل برضه وهيقعد يتعب جدا عشان يعلمهم الخط يوصل المعلومه. فبتيجي فترات المدربين الكوره بمجمل تفكيرها مع اللي احنا وصلنا له دلوقتي خلاص اصبحت علم، ما بقتش المساله ما بتصيرش بالكلام ويلا وشد حيلك، لا في فكر وفي ناس اكيد يعني خلاص يعني عايز اقول لك السنوات الجايه هيبقى كل زي بره محسوبه بالورقه والقلم، ها وبالتكه وبالباصه وبتاع، وبيقعد يختاروا اللعيب حتى لو بيختاروه بيبقى متابعينه على مدار سنه، ده بس كان باص، ده عمل مش عارفين، ده في الملعب، ده اتصرف، ده ايه المواقف اللي اتحط فيها، بتبقى حاجات مختلفه. انت المرحله دي لسه ما وصلتلهاش يعني، احنا ايه لسه ما وصلناش للجزئيه دي في مصر، لكن ايه يعني اهو يعني حتى الانديه الكبيره برضو زي الاهلي والزمالك لسه التطور المطلوب في الكبير جدا لسه برضو محتاج لسه ايه، لسه على الطريق، لسه على الطريق برضو، بتدور اختيارات اللاعبين والعناصر الجديده اللي بتضيفها اللعيبه الاجنبي، لازم تغير السيستم، ايه اللي هيضيفه، هل هيجي لك الفرق يديك فرق عن الموجود عندك في مصر، هل اللعيب بيديك ميزه، هل هيديك هيعلم اللي معاه برضه يعني. عاوز اقول لك ايه، الاختيارات دي بتبقى ايه يا كابتن محتاجه. وكمان المدربين، انت لسه بنتكلم الله يرحمه وديتش بايتسا كان من المدربين الالمان اللي عمل بصمه في تاريخ الكره المصريه. يعني انت بتتكلم على كمان عن يعني في مدربين على مستوى فني عالي، لكن المدرب اللي بيسيب بصمه في تاريخ الكره المصريه قليل يعني، قليل. لا قليل طبعا، لا ما لغايه دلوقتي تقعد الناس تتكلم تقول لك لما جه فايتس عمل 5-3-2 يعني، الكرات جديده محدش يعني خد باله، وعملت شكل مختلف جدا. لما مثلا جه مانويل جوزيه خد فتره عمل برضو طور، نقله غريبه جدا، كان بيعمل حاجات في الكوره ما تتوقعهاش يعني، يطلع مدافعين ونزل لك مهاجمين وبيبقى عنده يعني ايه، وكان ما بيقبلش اللعيب، مش حاجه اسمها تنفذ اللي بيتقال منك. فانا عايز اقول لك ايه، انه المدربين نفسهم محتاجين يتنقلوا نقله تانية يعني. لما انت تطلع وما تبقاش يعني ما عندكش مثلا شغل، ممكن قليل قوي اللي بيحب يقعدوا ويشتغلوا على نفسهم يعني، ايه يحاول يتعلم، يحاول يزود، يحاول يفكر يعني، ده مش موجود بالصوره المطلوبه، انك تصرف على نفسك في التعليم وتزود عشان اللي انت صرفته تعرف تجيبه يعني. ايه دي كمان الحاجات دي، الجهد فيها والكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى اكيد هيوفقك يعني. صحيح. مش مساله انك انت بتروح تضيع وقتك وخلاص، لا، بتشوف مين اللي ممكن يفيدك، ممكن اللي يعلمك، ممكن يديك حاجه، دي قليله عندنا يا كابتن يعني. صحيح. مش يعني ايه مش موجوده، بس عندنا مدربين كويسين على موجودة. مستوى فني عالي، وخاصه حتى يعني حتى اتحاد الكوره نفسه المفروض هو المسؤول الاب الشرعي للكوره. كان يبقى عنده جانب من الجزئيه يعني، انا فكره مثلا المدربين. تديني شهاده واي وبي وسي، مش دي الفكره، فكره انك تجيب لي حد يعلمني، فكره انك تجيب حد تطوير المدربين نفسهم، ويبقى شك في الاختيارات كمان، تطوير الفكر
يبقى عندك مرحله انك انت تقول انا هطلع جيل من المدربين ينفعني ثلاث جيل يعلم الاساس يعني ايه النشئ من تحت ازاي اختار الناشئ ازاي ده كلام ده باب يتفتح فيه شغل كبير جدا مع انتشار ظاهره الاكاديميات اللي اصبحت هي اكاديميات يعني للتربع فقط لكن طبعا. النتيجه والهدف مش موجوده ما فيش الفكر ما فيش المتابعه لان المساحه عندك انت ايه الممارسه ضيقه جدا مش ده على كده يخليك تقول ايه في اين المواهب اين البحث اين الجهد مفيش طب انا هاخد حضرتك بمناسبه المواهب والشباب وطبعا كابتن ربيع ياسين بيقدم استقالته من منتخب الشباب وكمان بيعلن مش هيمسك كمان ولا على مستوى المنتخبات مش هيمسك ولا منتخب تاني الامر حزين جدا في اجماله وقال انه طبعا الفتره اللي جايه خالص هو يبعد عن المنتخبات مش والراجل قدم استقالته شايف الموضوع ده ازاي وخاصه الكابتن ربيع كمان هيدي نفسه فرصه قال كده هدي نفسي فرصه وبعدين هيطلع بقى يواجه الاعلام او يقول للاعلام بالظبط بالورقه والقلم ايه اللي حصل بالتفاصيل شايف انت موضوع منتخب الشباب ده والمهزله اللي حصلت وللاسف جيل كامل بيخسر حلمه للوصول لامم افريقيا او كاس العالم والله دي يعني طبعا دي صدمه لكن اللي اتعمل مع ربيع ياسين واتقال كلام غريب يعني برضو اتهامات يعني غريبه جدا منهم بياخد اللعيبه بيقعد ياخدهم يصلوا في المسجد دي اتهامات برضو مش مفهومه بيقعدوا مش عارف ياكلوا مع بعض بيقعدوا مش عارف يعملوا مقراءه قران دي اتهامات يا جماعه يعني هل ده هو ده السبب يعني في المساله بينزلوا ممكن اقول لك ايه ينزلوا حمام السباحه في جو والدنيا برد وبتاع والكلام ده ممكن بالظروف برضه اكيد في تونس تبقى اشد من عندنا ممكن ده يبقى فيها كلام هل اللعيبه دي لما طلعت من هنا من مصر اتعملت مسحه ولا لا طيب هل لما قعدوا هناك قعدوا هم بمزاجهم ولا ده فرض عليهم الاتحاد الافريقي ان هم يقعدوا في نفس الفندق؟ طب لما قعدوا في نفس الفندق ليه الفرقه الثانيه ما جالهاش كورونا وجالك انت العدد الكبير جدا وكانت المفاجاه؟ هل في حد كان عندك وانت اصلا يعني كنت عارف وخبيت عنده والدنيا في بص يعني هو في حاجه غلط في حاجه غلط الموضوع. اللي يقدر يجاوب عليها الكابتن ربيع نفسه لكن اللي عاوز اقوله انه كابتن ربيع ياسين تعب جدا عشان يشكل ال ثلاث سنين شغل يعني ثلاث سنين شغل لكن شغل فيهم جهد كبير جدا اتعمل ولكن توفيق ربنا ده حاجات يعني بتبقى خارجه عن بتتحط ممكن في موقف يتشاف فيه بقى قدراتك هو اللي يقدر يقول هو ايه اللي حصل ليه ما بقاش مش عاوز اقول ليه ما بقاش في رئيس بعثة مش دي مشكلتي احنا عاوزين نعرف ايه الموضوع ده جه الى اللعيبه انتشر بهذه الصوره ازاي يعني ثلاث ارباع الفريق بقى عنده كورونا 17 ومنهم هو نفسه يعني عاوز اقول لك ايه طبعا هو كمان لما تيجي حتى يتحلل الامر وتيجي تقول ما تبقاش الاتهامات الساذجه دي يعني ما نقعدش هنا واحنا قاعدين هنا على الكراسي نقدر نقول ما نعرفش ايه اللي حصل هناك يعني ده لا في لا يعني ما فيش حد اصلا تابع هناك ايه اللي حصل النقطه دي اللي بكلم حضرتك فيها يا استاذ محمود ان احنا بنقف لغايه النقطه ان هم البعثه وصلت لتونس وهنقف عند النقطه دي لكن انا كمان طب يعني هسال سؤال اتفضل هو قال لك اصل هو سافر قبل البطوله بثمان ايام ايوه طب هو ده كان عيب يعني هو كان هدفه مثلا من السفر راح يتفسح ولا كان عاوز يعود اللعيبه طب كان سافر قبل البطوله بيومين هل هو كان القرار هل هو اللجنه لو في لجنه فعليا في كان قالت له لا ما تسافرش دلوقتي استنى سافر قبل البطوله بيومين وكمل نفسك هنا وامن عن نفسك هل تم النقاش الكلام ده يعني اتناقش مثلا مع لجنه فنيه اللي هي في اتحاد الكوره موجود اذا كان في لجنه فنيه او ما فيش هل تم حاجه هنا تمت يعني اطراع الموضوع هل راح فيه مثلا رئيس بعثة يعني عاوز اقول لك الجهاز الطبي والاجراءات كلها اتعملت كانت موجوده متبعه هناك ولا لا سافروا معاكم ربنا وما تلاقوش يعني عاوز اقول لك في حاجه لما بتحصل حاجه كده بتبقى مش مفهومه اصحاب الشأن نفسهم اللي هم موجودين هم اللي يقدروا يقولوا وده اللي هيقوله كابتن ربيع يعني هو يعني ما اعرفش هل الكلام اللي اتقال ده الهدف منه النيل من التزام ربيع ياسين يعني هم لا ما هو يعني هل هو طبعا واحد مش هل هو الكابتن ربيع ياسين يكون هو يعني الضحيه في هو الموضوع هو الضحيه مثلا في الموضوع يعني هو ده السبب يعني خلي بالك هو بيعاني بقاله ما احنا ما بنجيش دلوقتي عارفين بيتعمل معاه ايه اصلا بيعاني بقاله سنتين ثلاثه طبعاً بيعاني لا وما فيش مسانده بيعاني ويا جماعه اهتموا بالمنتخب واحنا هنا في البيت الكبير يا جماعه المنتخبات الشباب والمنتخبات الاولمبيه اهتموا بيها دي القاعده الاساسيه لمنتخبنا فعايزين مش عايزين نختزل الموضوع كله مشكله كبيره حصلت في تونس ودي كابتن ربيع ياسين هيطلع ويقول بالتفاصيل حصل واحد اثنين ثلاثه لكن كمان ما تنساش السنتين المعاني
المعاناه اللي كان بيعانيها كابتن ربيع ياسين مع مدربين يعني هو كل الجهد اللي عمله ده في الاخر الناس. هو مثلا كان عنده مثلا طموحاته وتعب ووصل لعمل التكوينه دي كلها، وعندك عناصر مبشره انها تبقى يعني امل المنتخبات واستكمال لسلسله منتخب الاولمبي ومنتخب الاول، هل هو مثلا رايح هناك عشان يعمل الكلام ده يضيعه بعد جهد؟ يعني الجهد اللي عمله ده كله المجهود المبذول كبير ده جدا ده عشان يبقى النتيجه المكافاه انه يطلع يتقال عليه هذا الكلام؟ يعني ما حدش حلل الموضوع بالصوره المنطقيه اللي تقول اصل المنتخب حصل له 1 2 3 4 زي مثلا ما حاولت ناس تقول انه دي مثلا مؤامره. انا ما بحبش نظريه المؤامرات، لا هو بعيد يعني عن اتحاد الافريقي وحد دخل يا جماعه مفيش. لا لما رجعت البعثه اتعمل البحث طلع هم نفس الاشخاص اللي موجودين بالظبط. يبقى هنا يا اما خطا في خلل حصل لما خرجت البعثه من القاهره ومحدش خد باله منه، او ما اتعملتش مسحه من القاهره عشان يحصل الموضوع بزبط. ده او لما راحوا هناك كان المفروض يبقى في متابعه من اللجنه او الجهاز الطبي انه بعد يومين ثلاثه من الوصول لتونس يبقى في مسحه للعيبه للكلام ده لتحسبا لحدوث اي مفاجاه. لكن الامور كده جت انا شايف اختبار للكابتن ربيع ياسين واختبار قاسي جدا، ومش عاوز اقول له ما تسرعش في قراراتك انت ما تمرنش وتقطع، لا ما تديش فرصه للناس اللي هي عايزه. انت نجحت قبل كده وعملت تجربه ما حدش يقدر ينكرها على فكره، لكن فانا عاوز اقول لك لا انت يعني كل اللي دعمته عملت جهد وعملت عندك قدرات انك انت تقدم اكتر. دي تجربه مهمه جدا اكيد، في اذا كان دمك تقيل على بعض اللي موجودين بيديروا الكوره في مصر لا، ففي ناس كتير جدا بتحبك صحيح. انت حد اضافه كبيره ما حدش يقدر ينكر يعني اسم ربيع ياسين سواء كلاعب كمان وسواء كمدرب فلا طبعا. شك انه حاجه كبيره لازم تطلع توضح تقول ايه اللي حصل، ولازم ترد على الكلام الموجود ده لان الناس كلها منتظره، لانه كل الكلام اللي بيتقال ده على الطاولات كله ده كلام كل واحد بيدور على حاجه، لكن ما فيش معلومه واضحه ما هي الاسباب الرئيسيه اللي ادت الى اصابه اغلب عناصر المنتخب بفيروس كورونا. صحيح صحيح، ان شاء الله هنناقش الموضوع ده مع حضرتك لان كابتن ربيع قامه كبيره جدا جدا المفروض نحافظ عليه ما نجيش عليه. والنقطه الثانيه كمان هنناقش مع حضرتك ان شاء الله في خلال الاسبوع اللي جاي نقطه مهمه جدا طبعا، هو طبعا اللجنه الخماسيه رحيل اللجنه الخماسيه واللجنه الثلاثيه اللي جايه ان شاء الله دايما بتنورنا وسعداء بوجودك استاذ محمد. الله يخليك، نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. بعد الفاصل طبعا الجيل الذهبي لذئاب الجبل المقاولين العرب مع الكابتن سعيد الشيشيني والكابتن جمال سالم.